الصدارة الإعلامية تقدم إهداء من علي بن بخيت المتعاني إلى رئيس جمعية التنمية الأهلية بربوع العين الأستاذ ضيف الله بن مجلي المتعاني. كلمات الشاعر عبد الله بخيت المتعاني. أداء المنشد عذب الجحد. نحيي الزعيم الكاف وراء المقام الزين ونهتف ونتقدم معه صعد بن مجلي للعلا وتعب التالين تفرد بصرح يذهل العقل تعميره تفرد بصرح يذهل العقل تعميره كثير المحافل تكسر القلب قبل العين ولا تصلح المذلي ولا تشد تبكيره لو عزامها قتله بعدين وبعدين في مضمونها الخير والغيرة لكن لا وصلني داعي ربوعي الغالي نكسر مواعدي وبديه عن غيره مثل ما سبحان بطيب جدا كريم النسب شيخ الكرم طيب السيرة تقدم بركبة تنمية في ربع العين على كوفة التطوير فزاد نواويره مشاريع أصغر هاي عادل بسور الصف رسمه وتخطيطه وفنه وتصويره علي الحرام النازع مطول دلها الأولى من طيب راسه وتدبيره خذ التوصية من بوفهد خادم البتن ولا ضاع له بين العرب حبة تشعيره ورؤيات ولي العهد عملاقة التكوين على ضوها سهم بفكره وتطويره مشاريع عملاقة لها كل صعب لين تعالى بها العربان من ديره لديره تقول العرب ذكر الحياة والرجال بين كلام صحيح وصادق الفعل تفسيره نحيي الزعيم الكف وراع المقام الزين ونهتف ونتقدم مع اول جماهير صعد بن مجلي للعلا وتعب التالي تفرد بصرح يذهل العقل تعميره مدحته ما هو من شان مليون مليون لكن امدحه من زود حبه وتقديره وسيرات كريم الوجه تستاهل التدوير لو يقصر الهجوس ما بال تقصيره عسى الله يجيره من صدوف الزمان الشين وجهله يدوم وكثر الله من خيره كثير المحافة تكسر القلب قبل العين ولا تصلح المذلي ولا تشد تبكيره لو حضورها محسوب بالألف والألفين وظنها مظنها على قبله وزيره ليانا بني عزامها قتله بعدين وبعدين في مضمونها الخير والغيره لكن لا داعي ربوعي الغالي نكسر مواعدي وبديه عن غيره مثل ما فعل الليله نجله لو النهوين ولا همنا بعده وطلعت مشاويره ولا ننقصر مدام احنا من الحيين عن الموقف اللي باشرتنا تباشره هذا بوانا سبحان طيب جدا كريم النسب شيخ الكرم طيب السيرة تقدم بركبة تنمية في ربع العين على كوفه التطوير فزاد نواويره مشاريع أصغر هاي عادل بسور الصف رسمه وتخطيطه وفنه وتصويره علي الحرام النازع مطول دله الأولى من طيب راسه وتدبيره خذ التوصية من بوفهد خادم البتن ولا ضاع له بين العرب حبة تشعيره ورؤيات ولي العهد عملاقة التكوين على ضوها سهم بفكره وتطويره مشاريع عملاقة لها كل
نحيي الزعيم الكف وراع المقام الزن ونهتف ونتقدم مع أول جماهير صعد بن مجلل العلا وتعبت لنتفرد بصرح يذهل العقل تعمله مدحته ما هو من شان مليون مليون لكن عمده من زود حبه وتقديره وسيرات كريم الوجه تستاهل تدوي لو يقصر هجوس ما بان تقصيره عسى الله يجيره من صدوف الزمان الشنوي